أخيرا ورجاء سريعا يا سليم، طبعا اليوم كل الدعوة اتحاد في اتحاد، بعد ما اتحد الحلاق مع الزبون والكربون مع ثاني كربون، الآن كذلك عصفورين فوق شجرة يؤديها سليم الأشعري في المونودراما الأخيرة. واختصر يا سليم عشان الشباب ينتظرونا. شجرة شجرة على اليسار، بس خلاص تكلمين يا بنت. ها خير الحمد لله، وش تبي؟ بصراحة أنا جئت كي أخطب ابنتك مهور. تخطب بنتي مهور؟ ومن أي القبائل أنت حتى تخطب ابنتي قصور؟ طيب حسنا حسنا، أنا موافق ولكن بشروط. أنت تامر أمر يا عمي، لو تبي أجيب لك حبوب الدنيا كلها تسألك. أول شيء مهر بنتي أبغى 20 كيس حب بر لها، هذا القصور، وأبي أيضا 5 أكياس حب أبيض لأمها، وأبي 6 أكياس بر لجدتها، وأبيها تكون أبي الفرح يكون في أطول شجرة صنوبر في سويسرا، وتعيش بنتي في أكبر عشة يعني في يعني في أي مكان كذا كويس. شوف عمي، أنت الحين تدري وش قاعد تسوي؟ أنت تخليني الريش اللي جمعته طول حياتي تنتب لي إياه ريشة؟ ريشة ريشة ريشة، أنا بتزوج وأبغى أستر على نفسي وأستر على قصور. طفشت أنا أغرد بتويتر كل يوم، ولا واحدة تتزوجني. أنا عزابي، أبي أستر على نفسي وأعف نفسي،
والله شف، انت ابخص بعمرك وبنتي، هذا اللي انا ابيه، ابي ازوجها واحد يعزها. يعني تتوقع ان بنتي تعيش بالاشجار هذه وفي الاخير اجيبها عندك حافي منتف بالصناعيه ولا بالثمامه؟ عمي ارجوك يا عمي، ترى ما عاد باقيين الا ريشتين، ريشتين مع الدنيا ولا عاد اقدر اطير. ليه كذا؟ ليه تسوون فيني؟ عندي ارجع انحبس، انا انحبس. اوه يا قلبي، اوه يا قلبي، اوه يا قلبي. الحمد لله.